كنيسة البشارة في الناصرة وكنيسة القيامة في القدس وكنيسة الجلد هي المقصد السياحي لأولئك الذين يريدون معرفة الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح في الأرض المقدسة. ارتفع عدد السياح في الأراضي المقدسة وفقاً لبيانات وزارة السياحة في إسرائيل بنسبة 11% بين شهري أيلول وتشرين الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم تسجيل وصول أكثر من 850 ألف سائح مقارنة بنحو 770 ألفاً في العام الماضي، وطرأت زيادة على عدد السياح بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول عام 2019 بنسبة 10% مقارنة بعام 2018. لم يكن عدد الحجاج في عام 2000 كما هو الحال اليوم. يأتي الحجاج لاكتشاف ثراء الأرض المقدسة. من أجل الاحتفال بمرور 30 عاماً على أبرشية القديس أمارو بالبرازيل، قدم 25 كاهناً إلى الأراضي المقدسة بصحبة الأسقف المونسنيور خوزيه نيجيري. لقد ولد اقتراح الذهاب إلى الأراضي المقدسة قبل عامين تماماً بمناسبة الذكرى 30 لأبرشيتنا، لذلك قدمت الهيئة الكهنوتية التي أمثلها مع كاهنين آخرين هذا الاقتراح إلى الأسقف وإلى جميع الذين يمكنهم الاشتراك في هذا الحج والبقاء معنا من أجل هذه السنوات 30. إنه لمن دواعي السرور أن أكون في الأرض المقدسة للمرة الخامسة وتكون لدي في كل مرة تجربة مختلفة. هذا بالتأكيد أمر مميز لأنه يشمل اللقاء مع الكهنة، كما أنه مناسبة يتم فيها تجديد الخدمة الكهنوتية. أشعر بالامتنان وأشكر الله على كل لحظة. قامت المجموعة بزيارة مغارة ميلاد يوحنا المعمدان من بين أماكن أخرى، كما زارت كنيسة البشارة وكفر نحوم وكنيسة الجلد. وفي غرفة العلية قام الكهنة بتجديد الوعود الكهنوتية. لقد كان لنا في كل مكان تجربة جديدة. لقد جعلنا سحر بعض هذه الأماكن نحافظ على الصمت المطبق، وجعل كل واحد منا يشعر بالانجذاب، كما كان الحال عند زيارة الجلجلة والقبر المقدس والتي تمثل أهم لحظات الخلاص والفداء بالنسبة لنا. لقد سنحت لنا الفرصة لكي نرى بأنفسنا المكان الذي صلب فيه السيد المسيح والمكان الذي قام فيه. هذه هي الكاريزما التي نريد أن نأخذها إلى أبرشيتنا وإلى رعايانا، فلا تيأسوا أمام الصليب. شعرت هنا بشعور قوي أمام الصليب. لقد أخبرنا أحد الرهبان أن الصليب تثقيفي وأنا سوف أدخل هذا التعليم في حياتي وأنقله إلى رعيتي. أنا أسير في المكان الذي أمر فيه يسوع أن أسير على خطاه، المكان الذي ستحدث فيه القيامة بالنسبة لي وبالنسبة لرعيتي. أنا متأكد من أن دعوتي ستخرج من هنا أكثر قوة بسبب التجربة الرائعة التي عشتها مع الله، ولذا فإنني أنصح الجميع بأن يغتنموا الفرصة للسير على خطى يسوع ورؤية كل ما جربه حتى يكون معه على الجلجلة. أستطيع أن أخبركم بأن القيامة مع السيد المسيح ستعطينا الخلاص.